والله علينا توفيق. صار زمان. ايه والله يا ابو لوتس خلي لي اياك. ايه توفيق لي لشوف. سلامتك. شكرا حبيبي. شكرا يعطيك العافيه. ايه من اولها توفيق خبرني لشوف شو عم تعمل هالايام، شو عم تشتغل، وين عم تروح، وين عم تجي، قل لي لشوف. والله يا ابو لوتس مالي عرفان الله بعدي اسمه وين حاططني. اوف 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 خير. كل 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 توفيق. كل نحن عم نحكي. بصراحة يعني حاسس بعدم توازن مع هذه الحياة. ليش يا توفيق؟ ما بعرف. يعني يا أنا غبي زيادة عن اللزوم، يا أما عقلي أعوج، يا أما لساني طويل، يعني ما كنت أفهم شو علتي على المظبوط. سلامتك يا توفيق. أنا شخصياً مالي شايف فيك ولا علي. يا سيدي الله يبارك فيك، بس أنا وياك صار لنا أكثر من 10 سنين ما التقينا، وهالعشر سنين هدول أصابوني بالإحباط واليأس لدرجة ما عدت أعرف فيها شو لازم أقول وشو ما لازم أقول. يعني بجوز حضرتك يا أبو لوتس كمدير مؤسسة تقدر تعبر عن رأيك، تقول أشياء كثيرة، تقضي، تمضي، تحل، تربط، والقرار الأخير إلك. بس أنا مو هيك منو. أنا لا عندي رأي ولا عندي قرار، وفرضا يا سيدي كان عندي رأي، فصدقني يا أبو لوتس ما بحسن أقوله منوب، لازم يضل هون هون حبيب صدري. شو هالحكي؟ ليش عم تعقدك للقد؟ الدنيا حلوة يا توفيق، بقى أملي هالنظارات السوداء على عيونك وعيش حياتك بتفاؤل. لكني أنا صحيح مدير مؤسسة بس عايش مرتاح ولا على بالي. على فكرة توفيق أنت شو عم تشتغل الأيام؟ ما عم بشتغل شيء. معقولة؟ في إنسان بيقعد للشغل بالأيام؟ إيه أنا. لا مو معقولة منو. بصراحة صار عندي فضول أفهم شو عائلتك. خايف أمط لك قلبك بقصصي لمعدتي. لا لا ما بتأمط قلبي. أنت صديق غالي ورفيق حارتي. بعدين أنا بعد العمر هذا صرت سمعان حكاية كثيرة. بقى فضفض ولا يهمك. كل 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 هلسان مبرد. أنا بحب الحومات الباردة. كل قصتي متعلقة بهلسان. أنو لسان؟ أخي أنا لساني بتمي ما له فائدة، يعني مثل الشختة، مثل الزايدة، وكيف ما درته بتمي بتنحدف البلاوي علي وبينزل طص فوق راسي. أوف 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 أوف. وليش بقى؟ والله بعرفك فهيم. مثل ما عم قلك يا أبو لوتس، أنا من زمان ما عدت استعملت لساني للحكي، ونسيت إنه الكلام من وظائف اللسان. لكن ليش عم تستعمله؟ عم استعمله للذوق واللحس. بلحس فيه دبز، بلحس عسل، بلحس حامض، بلحس حلو، بلحس مر، بلحس يعني للحس فقط. لا تستغرب أبو لوتس، هيك أريح لي. لك يا أخي فعلا أريح، يعني إذا بدي لاوي حدا بلساني بدي لاوقه، إيه ما بقدر. أما أمرك عجيب يا توفيق، ليش هيك صار فيك بقى؟ ولا يهمك، راح أحكي لك قصتي باختصار وإيجاز شديدين. هذا يا سيدي من وقت ما كنت صغير بالإنداء، يعني باللفة، صوتي غير مسموع، غير مرغوب فيه. مثلا خذ مثال، خالتي بدرية بتحبني وحكت لي عن أبي وأمي شو كانوا يعملوا فيه وأنا لساتني ابن أشهر. يا صبحية تعال شكي هالولد أو على راسي. يلا يلا حاضر. لك شبع؟ شو صار لك؟ اسكت بقى. العمى أكل وأكلت وحفاظه مغير. شو لسه بدك؟ اسكت بقى. شو صار لك؟ اسكت عم قلك. صرعتنا وأريدة تقرض الأولاد وساعتهم. اسكت بقى خلصني. أخي الآباء الله يعينون إلا ما دي إخلاقهم من الصغار، يعني بيكونوا تعبانين وهلكانين وبدون يرتاحوا، بيجي الولد الصغير وبخش طبلة أذنهم بصوته، إيه بقى شي طبيعي يعيطوا عليه. المهم كبرت شوي وصار عمري 4-5 سنين، فصار إذا أجانا ضيوف وحبيت أضحك أو أصرخ يخانقني أبي، يخانقني ويقول لي غص سكوت شو هاد عيب. وقت نكون لحالنا أنا وياه وأمي وما في غربة بالبيت وحبيت نط وقلعة، كان أبي يصرخ علي ويقول لي هلا ما بدنا نعرف نرتاح بهالبيت، كن يحملك الجن. إجي لحتى أحكي أعطعني ويقول لي عود بأرضك، عود يا عود بلا لعي. قل له بابا أنا. يقول لي هص اسكت على نصك ولا اسكت بلا لعي. العمى شو بتحب تقري العمى؟ كمان ما فيها شيء، أنا أبي كان يعمل فيي هيك. مالك بطويل. المهم فتت على المدرسة الابتدائية وكان عمري حوالي 11-12 سنة، يعني بالصف السادس، ومرة من المرات كان عنا درس.
وتطبيق عملي عن الاعراب المفعول به. راح نعرف هالشيء. انما كافه ومكفوفه يخشى فعل المضارع. الله فاعل مرفوع بالضمه من عباده جار ومجرور. العلماء مفعول به منصوب بالفتحه. مفهوم؟ تفضل يا ابني. استاذ المعنى بهالطريقه بيختلف. انو معنى يا ابني؟ معنى الايه الكريمه يا استاذ. وشلون بيختلف؟ ظبط لي المعنى يا عبقري زمانك. استاذ المفروض الله على اساس مفعول به مقدم وعلى اساس فاعل، والعلماء فاعل مرفوع مؤخر. اه شلون؟ عود محلك عود. بس انا حافظ الايه من الصف الثاني. هس اسكت ولا حرف. هس بس انا خلص بقى ابوك بسرعه بحلقه العمر اخبار. فعلا معك حق. شو هالغلطة الكبيرة اللي غلطها الأستاذ الكونفوشاري ياد؟ ما علينا أبو لوتاس، معلشي مرق لي إياها. ومرت الأيام وكرجت السنين وصرت بالجامعة، ومرة من المرات كان عنا محاضرة بالاقتصاد السياسي. وعلى ما تقدم فإن كارل ماركس يجب أن يظل اسمه محفورا في أفئدتنا، مزروعا في قلوبنا. يجب أن نعترف بفضله على البشرية جمعاء كمفكر سياسي قبل أن يجود الزمان بيده. عفوا دكتور. تفضل. دكتور كارل ماركس من مؤسسين الشيوعية، والكلام اللي عم تقوله حضرتك بدل على تحيز واضح للشيوعيين. شو محفورا في قلوبنا ومزروعا في أفئدتنا؟ شو هو بطل الأبطال القوميين؟ هص عيب بسكتك يا زلمة. بس عفوا دكتور، نحن لازم ندرس المناهج بحياتية بدون وضع خطوط حمراء تحت. لك سكوت عم بقول لك فاضي. سكوت طلعك من القاعه. ليش شو حكيت دكتور؟ انا عم بقول بجوز مثلا انه ندرس ارسل ميرال مع انه يا بودي، بس نحن عم ندرس ادب وما عم نتعرض ونتحيز. لا تحكي كثير، اسمعوا بس. فهمت؟ طيب دكتور انا بشو اخطيت؟ انا عم بقول لك لك يخرب بيتك شو بتحبك ولا لا؟ لك يا غالي لك اسمع، الله خلقنا ابنتين وترم واحد، بس ما عم تحكي واحكي مره واحده، مفهوم؟ بس دكتور حضرتكم ما عم تخلوني احكي ولا مره. لانه كلامك ولا طعم، بقعد بمحلك بدون بنسالك بحدا، اسكت لنا، بس. وصرت اسمع حكمة لسانك حصانك وين ما رحت وين ما اجيت. وناس بيقولوا لي إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وناس بيقولوا لي لا تخلي لسانك عدوك، اوعك ها اكسبه صديق. وعلى هالمقاييس قيس. ايه وبعدين؟ بعدين لما دخلت الجيش دخلت على كبر بسبب ظروف ما في مجال لذكرها هلا. المهم مرة كان النقيب بالقطعة عم يوجه لنا بعض الملاحظات. أصيل انتبه. تاعد تاعد تاعد. مثل ما قلت لكم ما بدي حدا يفوت لعندي ويطلب إجازة مبيت بالعاصمة، لأنه إجازات المبيت ممنوعة من القيادة من 15 يوم وأكثر وحتى إشعار آخر، وهذا الكلام موجه للجميع بدون استثناء ابتداء من الحجاب وانتهاء بالضباط. مفهوم؟ انا ما عندي دان منشطة ولا عندي ام من حبيني. نعم سيادة النقيب، حاجبكم ابراهيم وحاجبكم علاء بينزلوا كل يوم على الشام لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومن 4 أشهر واكثر ما ناموا ليلة واحدة بالسكنة، مع انهم عزابية ونحن متجوزين وعندنا اولاد، وبالرغم من هالشي. بس بس لك تضرب بالموديل، بس لسان سيدي. انا طب لسانك بحلقك وخلاص سيدي. الواحد طب لك طبرة صف تضرب شو سرسري. وضعي حولك نفذ. ومرة من المرات كنت ماشي بهالطريق بهالليل ما شف لك إلا سيارة صدمت شرطي سير ولحشته بالأرض وهربيت. قمت أنا ركضت للشرطي أسعفته حملته على ظهري للمستشفى، كانت المستشفى قريبة. سلامتك سلامتك. على سلامتك. شوي 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 خير شبه
ما بعرف صدمته سيارة وهربت. بس لا اصابته بسيطة ان شاء الله. حاسس جسمي مكسر ورجل يمين رح توجعني. خلي استريح عمو استريح على ما طيب روح استدعي الدكتور على بين ما انا في كل ازرار سترته وشرحه جراباته بركي بتروح عن شوي. ايه على عيني هلا لو سمحت. شوي ايه ولا يهمك اسف دخيلك ولا يهمك حبيبي ولا يهمك. شوي دخيلك شوي العمى شو هالميات يلي بجراباتك منين جايبهم؟ خص ضب لسانك بحلقك وسكوت. العمى افتكرناك ادمي تاريك بتحب اللعي. ومره كمان رحت على المستشفى مع اخي وكانت مرته عم تطلع دخلوها غرفة العمليات وأنا وأخي واقفين برا. عفوا يا أنسة إذا سمحتي ليش ما أجى الدكتور لهلا؟ يعني معقولة مرتي رح تولد والدكتور لسه ما شرى؟ إيه طول بالك ما بقى إلا يصير. هو كان عنده عزيمة وطول ضيوفه لاحتراقه بس هيك. ها إيه ما بصير هيك يا أنسة. بركي مخلوقة بدها قيصرية. بركي في عند استعصاء لا سمح الله. بركي الولد ملقح ببطنها بالعرض او عندها تضيق او حرام حرام تتعذب. ما لك سمعانه كيف عم تصرح بالمقلوب مثل الديله الجريحه. لك وين الدكتور؟ هذا شيء طبيعي. لك ليش شو بدك نعمل لها؟ قال شو يعملوا لها؟ لك يا اختي اتصلوا بالدكتور استعجلوه يعني ضروري يحضر بعد ما يولد الولد. شو اسمه الطبيب المولد ذكاء؟ يعني بعمري ما سمعت عن دكتور عنده عمليه وما بيحضرها وبيجي بعد ما تخلص. بقى وين صارت هي؟ وين؟ ومين بتكون حضرتك بلا زغرة؟ مرت أخي يلي عم تولد. يعني إذا كان أخي آدمي وما بيعرف يحكي منوب ضروري أنتوا تتمقطعوا فيها المقطعة؟ اسكوت خلص اسكوت إذا تريد ولا تكتر حكي. أنا ما عم كتر حكي أنا بدي أشتكي لل... ضب لسانك بحلقك وحاجة حكي بلا طعمة. قال بدي أشتكي مرت أخوك وحدة مزعبرة ونحن بنعرف شغلنا ما بدهم يقلنا فهمت؟ إيه بس أنا اسكوت ولا حرف وعلى نصك إذا بتريد أوكي؟ يعني معقولة اللي عم يصير فيك انت؟ بصراحة انا ما عم صدق اذنيي. مثل ما عم قلك واستمر الحال على هالمنوال ومرة من المرات يا ابو لوتس شاءت الاقدار اني شوف بعيني حادث دعس صار قدامي وكأنه الله سبحانه وتعالى حابب يشركني بمصائب هذه الحياة حتى يزيدني عبرة وخبرة. الو نعم. اي نعم انا رئيس مخفر. اي طبعا ولو بيشرفني احكي مع سيادته. الو احترامي سيدي. يا اهلا وسهلا. اهلا سيدي. نعم سيدي السائق اليكو عندي هون. الولد بعثناه عن المستشفى يمكن حالته حساسه شوي لانه مكسر تماما وغايب عن الوعي. الله يخلينا اياكم يا سيدي والله كلكم نظر. نعم سيدي. لا 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 ولا يهمك شغلي عندي انا. ايه طبعا والضبط كمان بده يطلع من عندي. نعم سيدي. الله يخلينا اياكم يا سيدي كلكم نظر. لا والله يا سيدي سلامتكم ما بدنا شيء ابدا. سلامتك سيدي. الله معكم. مع السلامه سيدي. الله معكم. مع السلامه. مع السلامه. احترامي. معلمك عم يطمن على الولد شايف الاخلاق العاليه. يا ريت كل الناس مثله كانت عمرة البلد. لك يسلموا لي الاكابر كلهم. المهم هلا افتح محضر ضبط يا سعيد. اللي بقى يا ابراهيم شلون دعست الولد؟ مو انا اللي كنت سايق سيدي. شلون مو انت بقى؟ مو انت سايق سياره سياده المسؤول؟ مزبوط بس في واحد بيسوق سياره بنفسه وانا كنت راكب الدوره لما دعست الولد. هلا بلا لف ودوران سياده المسؤول عم يقول انك انت كنت سايق السياره. مو هلا تفاهمتوا على التليفون؟ بقى لفها يا ابراهيم الله يرضى عليك وخلينا نكتب هالضبط ونختمه ونحوله على المحكمة ونخلص. يا سيدي ما بفهم إلا مع الحق. وسيادته هو اللي كان سايق السيارة وهو بيعرف والكل بيعرف إنه سجلاتي بالمرور نظيفة وبعمري ما عملت حادث مع إنه صار لي أكثر من 30 سنة بسوق سيارة. عفوا سيدي بتسمحوا لي؟ تفضل. عفوا مين الأخ؟ سيدي أنا كنت بمكان الحادثة وأنا اللي أسعفت الولد وبصراحة سيادة المسؤول هو اللي كان عم يقود السيارة شفته أنا بعيني يا سيدي. ولما دعس الولد نزل من السيارة وركب تاكسي ومشي اسكوت حاجة لا لو لا تحكي راح تسألك. بس يا سيدي هالزلمة مظلوم
وأنا الشاهد الوحيد على الحادث. بقى لا تطبشوا الشربة براسه لهالمسكين خطيه، ما بيجوز. لأنه إذا كان سيادة المسؤول له حصانة فهالمسكين ما له حصانة إلا عدلكم يا سيدي، ما له إلا عدلكم ورحمة رب العالمين. وأنا على هوا ما شفت. ولك يخرب بيتك شو بتحب تكتر حكي، قلت لك هس وسكوت وخلاص وضب لسانك بحلقك ولا تحكي لحتى اسالك واقف على الجنب. بس على نصك، لانه عم اقول لك على نصك. العمى هلا الابتراء السافر مسؤول عم يقود وزارات ومؤسسات، ما راح يعرف يقود شاف السياره. شوفوا على الابتراء شوفوا. لا انت عم تمزح بلا بتحكي جد توفيق. اقسم لك يا ابو لوتس ما في كلمه زياده حكيتها ولا كلمه بهالقصص اخترعتها، عم انقل لك شو صاير معي بالدقه والتفصيل. طيب اللي بدي افهمه، انت هلا شو عم تشتغل؟ يعني شغلتك الرئيسيه شو هلا؟ ليش لوجع لك راسك؟ ما في شغله بتخطر على بالك ما اشتغلتها. حتى اني مره اشتغلت صحفي بمجله كالعاده، كنت عم احضر مؤتمر صحفي لمسؤول كبير. أهلاً يا شباب، مرحباً. يلي حابب أقوله بهالمؤتمر وباختصار إنه نحن اقتصادنا متين، متين جداً، ومبني على أسس علمية مدروسة وعلى تبادل السلع الصناعية والتجارية والاستهلاكية بيننا وبين مختلف الأقطار العربية والعالمية. بالإضافة لأنه نحن منشجع ببلادنا استثمار رؤوس الأموال وخاصة للأخوة العرب، والباب مفتوح على مصراعه أمام رؤوس الأموال يلي بتحب تتدفق على القطر بنية التسمير والاستثمار. طيب سيدي بتسمح؟ تفضل. سيدي كل يلي تفضلتوا فيه صحيح 100%، وهذا بدل على تفهم كبير من الجهات العليا لوضع بلادنا، والله يعزها ويعز كل الشرفاء فيها. بس نحن كصحفيين اختصر لو سمحت. حاضر سيدي. نحن كصحفيين منختلط بالناس كتير، والشكايات اللي عم تجي لمكاتب مجلتنا كلها عم تكرر شغلة وحيدة، وهالشكايات صادرة من المستثمرين وأصحاب الأموال. وشو هالشكايات بقى؟ قانون تشجيع الاستثمار من المنجزات المهمة يلي بلدنا بتفتخر فيها، ما في نقاش سيدي. بس مثلا إجانا للمجلة مستثمر مليء من إحدى الدول، عم يقول انه جاب امواله واجى لهالبلد حتى يستثمرها بعد ما لمس الاستقرار والامن اللذين قلما يتمتع بهما قطر اخر. بس المسكين سيدي ضوعوا بهالوزارات والمؤسسات وهن عم ياخذوه ويجيبوه. هس سكوت، شو الحكي هاد سيدي؟ عفوا خليه يكمل. لا تخبص بالفصه، الله يرضى عليك، تكون واقعي واحكي مزبوط. سيدي انا عم بحكي لك قصه واقعيه مو من تاليفي. ومين هو هذا المستثمر بقى؟ شو اسمه؟ نحن عم نحاول نحط المستثمرين على راسنا يا اخي، شو هالحكي؟ يا سيدي اسمه الشيخ بردان بن مذيب البخيتان، وهالزلمه هاد عم ينصدم بالعراقيل يلي عم يحطوها قدامه والمخالفه اصلا لروح القانون. بلا علاك، بلا علاك لو سمحت. سيدي عفوا شو بلا علاك؟ شو الشغله بدها معالجه؟ وشو نوعيه هالعراقيل بقى؟ يعني عفوا سيدي، مثلا الضرائب والرسوم التعسفيه وتحويل العمله وسعرها وفرض كوميسيونات خياليه مو للخزينه العامه، لانه الخزينه ما بتاخذ كوميسيونات، وانما لجيوب بعض المنتفعين وبعض صغار النفوس ممن شاءت الاقدار ان يكونوا في موضع المسؤوليه، بالاضافه للروتين البشع. وكل هالشيء مبني على اجتهادات شخصيه سيدي مخالفه للتسهيلات الواضحه والمنصوص عنها اصلا بالقانون. شو هالزعبره هي؟ هلأ ما رح تعرف تسكت أنت؟ سيدي ما خلص كلامي. وعلى هذا فإن هذا الشيخ البردان مل وسحب مشروعه وطلع من البلد يا كبة يا دعسة، وسافر خصيصا للمدينة المنورة مشان يمسك شباك النبي ويحلف قدامه بأنه ما رح يرجع يستثمر ماله بهالبلد طول ما في بصدره نفس يتردد وطول ما أمثال هؤلاء المنتفعين موجودين. وأنا من هذه القصة التي أرجو أن تكون استثنائية أطلب من سيادتكم توجيه كتب واعتذارات. هلأ ما رح تعرف تسكت سيدي، بقيلي كلمتين. هص سكوت إذا بتريد. أنت من أنو مجلة؟ صوت الحر سيدي. حر مر خلاص، ضب لسانك بحلقك وسكوت. يا أمرك سيدي. سكتنا تفضل. إن قانون الاستثمار يأخذ على ثقة دون قيد أو شرط تشجيع رؤوس الأموال التي ولك يقطع لي هالسان شو طويل
يقطعوا. شو اعمل بحالي؟ قصوا، اسروا، ابلعوا، الزقوا بسقف حلقي، اشوي، اقلي، طعمين القطاط. احترت بحالي يا ابو لوتس، والله احترت. حتى اني مرة كنت عم احضر خطاب للمدير العام تبعنا والتلفزيون عم يسجله. ونحن في هذه الوزارة نحرص على تعليمات الجهات المخططة، وأنا كوزير موظف للخدمة العامة، وأعمل ما بوسعي لتشجيع الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكلكم تعرفون هذا. كما أنني عفوا معالي الوزير، تفضل لشوف. أنا مثلا مهندس كهرباء، وعينتوني حضرتكم معاون رئيس شعبة الأرشيف. بقى شو بيفهمني بهالشغلة أنا؟ وعينتوا معاون رئيس شعبة الأرشيف يلي قبلي. لك هس وسكوت وضب لسانك بحلقة. ما الواحد يا سيدي الله خلينا ياك يعني. بس لوين؟ هس وسكوت. ما بدي أعرف لوين؟ هس وسكوت. شوفي شو بقى سيدنا. كم يا سيدنا ولا يهمك، بنشيل جملته على المونتاج. طيب فعلا الله يعينك على المواقف. يا أخي شو بدك تساوي؟ الدنيا هي فيها أشكال وألوان، بدك تتحمل. إيه وهيك أنا عم أقول. يسلم وديات. إيه سيدي، وأنت شلونك؟ شلون عايش؟ وين ساكن حتى أجي زورك ونوصل منقطع؟ أهلين وسهلين يا توفيق. أهلين وسهلين، إمتى ما شرفت. هو الحقيقة أنا ساكن بالمالكي، طابق أول، سوكي مساحته 300 متر. وإذا حبيت تزورني بالمزرعة كمان ما عندي مانع. ليش عندك مزرعة؟ الله يتم عليك. إيه والله، مزرعة بالصبورة، مزرعة مرتبة، فيها مسبح أولمبي وفيها ملعب تنس وفيها أشجار مثمرة كمان. بس عفوا سؤال. تفضل أخي توفيق، تفضل. يعني لا تأخذني، أنا بعرفك مثلي أندبوري، وبالنهاية أنت يعني مدير مؤسسة براتب بسيط وساكن جنب أهلك بالدويلعة. بقى شلون صار عندك هالمصاري وهال... ولك هص هص سكوت سكوت وضب لسانك بحلقك. حتى أنت يا بولوتس